تم عليه باش تكون انت اعلنت عن وجود زياده زيادات مدروسه. الناطق المكلف بالاعلام بوزاره التجاره قال لا احنا وزاره التجاره نصدر البلاغات. من نصدق؟ لا لا شوف الزياده بالنسبه ل 2013 يظل وزاره التجاره حكيت على 2013، الزياده في 2013 ما فماش وقلناها من اللي عملنا الزياده في 2014. في 2014 فما برنامج متاع تعديل اسعار، تعديل اسعار يعني زياده. تعديل اسعار يعني زياده بالطبيعه. التعديل الاسعار هذا سي نورمال ما تكونش تخفيف. تعديل الاسعار ان شاء الله يولي كيجي النهار اللي تولي عندنا ليكيليبر وتولي وقت اللي يهبط سعر البرميل نخفضه، وقت اللي يطلع نزيده، وقت اللي نتعداو الاسعار الحقيقيه. اسمح لي ان احتجاجات كمواطن وقت اللي نسمع انه في مشروع الميزانيه فرض اتاوى على العقار الثاني مهما كان مصدره، انا نجم نورث يعني دار ما غير مستغله ونلقى روحي مطالب مني باش ندفع 0.15 سنويا من القيمه الحقيقيه، ونلقى إتاوة جديدة على السيارات بدءا من الأربع خيول من 50 دينار إلى 700 دينار، ونلقى في نفس الوقت أنه ميزانية رئيس الجمهورية مش تزيد، وميزانية رئيس الحكومة تزيد، وميزانية المجلس التأسيسي تزيد، وأن السادة الوزراء والمستشارين والمدير العامي ما ياخذوا حتى إجراء يمثل رسالة إيجابية للشعب التونسي. يعني عشرات الامثله في ايطاليا في اليونان رئيس الدوله ورئيس الوزراء نازلوا عن مرتباتهم. يعني الامثله كثيره حول هذه الرسائل السياسيه. علاش انتم تحافظوا على امتيازاتكم ويطلب من الاجير والموظف انه يكون هو يعني يتحمل العبء الكل؟ يعني هل يعقل أن استاذ تعليم ثانوي يدفع جبايه ما يعادل 1500 دينار سنويا، وفي المقابل واحد عنده محل مرتبات في حي راقي مثل حي النصر يكون يدفع 100 دينار يولي يدفع 200 دينار، هذه العداله الجبائيه؟ انا اللي بديت به قلت لك المنظومه بتاعنا بتاع الجبايه فيها اخلال من ناحيه العداله، وهذاك علاش مشينا لاصلاح هيكلي لمزيد العداله الجبائيه وباش نراجع. وحتى في قانون الماليه 2014 بعض المشاكل اللي حكيت عليهم بما فيها النظام التقديري وبما فيها التهرب الجبائي خذينا فيها اجراءات باش تدخل من السنه المقبله، ماناش باش نستناو، معناتها فما نظام تقديري مش تم مراجعته والتو مينيموم معناتها المخفض باش نساعدوا فيه. اليوم اللي يلزمنا نفهمه اللي ميزانيه الدوله يلزمنا نحكيو على الاحجام، ما يلزمناش ندخلوا في الامور اللي هي معناتها الوزراء والمواطن، الاحجام على شنو نحكيو؟ كي نحكيو على الدعم على 4000 مليار. 4000 مليار. كي نحكيو على ميزانيه المجلس التاسيسي 120 مليون دينار، يعني ماناش في نفس الاحجام. كي تعمل انت نقص في وحده 5% ولا 10% تدخل لك 400000، وكي تنقص في الاخرى 20% مش تدخل لك كان 20000، ماهوش نفس المعطى. ومع هذا ميزانيه 2014 كل الوزارات ما عدا الامن والداخليه والدفاع اللي كلهم نقصوا 5%. هذا طلب وهذا التمشي من المنشور اللي تبعث من رئيس الحكومه في شهر اوت، قلنا يلزم التقليص ب 5% وهذا ما صار. فما حتى وزارات نقصت اكثر من 5%، اللي تنجم تنقص اكثر من 5%. فاش نقصوا سيد الوزير؟ نقصوا في وسائل المصالح نتاعهم، اما وسائل المصالح الكل نتاع الوزارات الكلهم 1000 مليون دينار، قلت لك ميزانية الدعم 4200، أربع مرات. هذاك علاش نحكيو على الأحجام باش ما نطيحوش في نوع من الشعبوية، خلينا نقولوا مش شعبوية. لا شعبوية هذا خطاب للناس. شوف يا سيدي يعني يلزمنا نفسر له المواطن تقول له نسبة تنمية أو نسبة عجز ما تعملوش يعني شيء كثير. أنا من مسؤوليتي أني نفسر للمواطن، مواطن ذكي كي تعطيه الارقام يفهم ويتبع. سيد الوزير كيوليو انت برفع الدعم عن بعض المسؤولين المنتوجات اعطيني الدعم بشكل حقيقي. اعطيني الفرصه خلينا نعطيك مثال. كان السؤال اطول من الجواب مانيش تفهمه انت، خليني نعطيني الفرصه باش